النخلة الموجودة هنا سبقا يعني تم تعريفها، أعتقد أنها من أمريكا الجنوبية أو شيء، لكن الحقيقة مو شايف فيها نخ يعني تمر أو شيء، الظاهر بس تستخدم للزينة. هذه نوع آخر من النخيل. لكن الجذع أملس، هذا النوع نوع آخر، هذه احنا ممكن نسميه عندنا النخل العيار أو شيء، ما ينتج تمر. هذا النوع آخر طبعا ين بعض يختلفون، هذا الجزء أيضا أملس أو شيء. هذه الأنواع الموجودة من النخيل. راح ناخذ فرع الحديقة، هذا النوع من النخيل حقيقة أول مرة أشوفه، ولكنه غير معرف، يعني مو حاطين له ورقة يعرفون هي نوعيته، لكن شكله جميل جدا، يعني يمكن للزينة أو شيء. واحد، هذه نوعية أخرى، ناخذ لنا فرة. طبعا الحديقة فيها أنواع كثيرة من النباتات، ولكن اهتمامنا احنا على النخيل فقط. هذا النوع من النخيل ينمو في أستراليا، ضخم جدا، طويل ونحيف، مشاهد في أي. هذا النخيل أيضا ينمو في أحد الجزر في لورد هوبا في أستراليا. طبعا هنا قاعد نصور وقت المغرب، شوية الإضاءة غير واضحة. هناك نخلة ضخمة والعالم يمكن عمرها 200 سنة فما فوق. المهم نكمل في الحديقة ونحاول نصور أنواع النخيل. طبعا أمس كنا بالجانب الآخر من الحديقة، الحين جانب آخر. طبعا هناك حديقة، السعفة هذه اللي شفتوها قدامكم يسمى النخيل ذو السعفة الحمراء، هذا موطننا الأصلي في أستراليا. هذه النخلة، هذه ذو السعفة الحمراء. هذه النخلة قدامنا الضخمة، هذه يعني ربما يعني متعارف عليها في الخليج، شايفينها كثير. حقيقة الآن دخلنا وقت الغروب، يعني الإضاءة شوية تعبانة، لكن نكمل في التصوير ونروح الجهة الأخرى. هذه شكلها، لا هي نخلة لا هي شجرة، ماخذة بالنص يعني. لنكمل، يا أمي، لنكمل ما بدأناه. هذا النوع من النخيل شوية نادر، موطنه الأصلي مدغشقر حسب الورقة التعريفية مالت النخلة هذه. مش عارف، في باين عليه ثمر ولكن ماني عارف شلون. طبعا اللي بالنص هذه كلها نخل، لكن
اعتقد انها كلها من استراليا، اللي هو الجزء الضعيف فوق نخلة عادية، لان هذا النوع من اشجار النخيل الضخمة الموجودة في الحديقة. هذه نخلة غريبة شوية، نشوف موطنها الأصلي وين، لأننا يجب أن ننهي الحلقة هذه عشان الإضاءة ضعفت. كوينزلاند في أستراليا، حقيقة أشجار النخيل تأتي من أستراليا تكون ضعيفة و هاي نخلة شوية نادرة، أول مرة أشوفها. خلينا نشوف الموطن الأصلي مالها وين. سنتر أنديس أوف مات قشقر، هذه نخلة جاية موطنها الأصلي مدغشقر. حقيقة ويا شكلها غريب، الجذع مستوي في النهاية. الآن لنكمل في الحديقة، هاي شنو؟ هاي أشجار عادية لكن مش اهتمامنا. في نخلة هنا سود مكسيكو عند هندورا، هاي نخلة من بس هي داخل موجودة من هندوراس. هذا مكانها، أنواع شوية نادرة. حقيقة اهتمام كبير بالنخل هنا موجود في كل مكان. أعتقد أننا قربنا ننهي الجولة. هذه أيضا نخلة، يعني شوية هذه نخلة نادرة، ما أعرف ومعرفة يعني من أي جهة. هذا نوع من أشجار الورد لكن موطنها الأصلي الصين. حقيقة عادة الأشجار اللي تجي من الصين لا تلائم أجواءنا، ولكن اللي تجي من يعني من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى تكون تناسب أجواء البحر المتوسط. هذه نخلة أيضا لكن بدونها للزينة. ننهي هذه الجولة ونعود من حيث أتينا. نخلة صغيرة جدا، قليلة 20 سنة على ما تكبر. هاي نخلة تقريبا يعني من أجواءنا، من الأجواء العربية. نعرف النخل العيار هذا، لكن أنهينا الجولة وسوف نخرج من الحديقة. هذه النخلة الأسترالية يسمونها النخلة ذات السعف الحمراء أيضا، بس احنا دخلنا وقت الغروب فالآن التصوير أصبح غير واضح، لذلك سوف ننهي الجولة الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر نظرة على الحديقة من برا، هذا الممر والممشى. الآن الممر هذا مشهور يعني بال
دعنا نكمل دعنا نكمل. هذه نوع من أنواع النخيل النادرة بس غير معروفة. نشوف هذه النخلة ذات السعف الحمراء، هذه كما عرضتها في السابق لكم، هذه موطنها استراليا. هذه نعرفها تقريبا موجودة في الخليج. هذا النخل شوية شكله نادر لكنه غير معرف، ما اعرف منين جايبينه. بسم الله، لنكمل الجولة داخل الحديقة. ايضا هذه النخلة غير معرفة، شكلها غريب شوية. لنعد هذه النخلة أيضاً.